بسم الله، حكينا بالمحاضرة الماضية عن الباتش جروث كيناتكس، واليوم رح نحكي عن السيلز جروث ان كونتينوس كلتشر وبالرياكتور اللي اسمه ايديال كيموستات. احنا لحد الان حكينا عن السيل جروث في الباتش كلتشر، هلا رح نحكي عن الكونتينوس كلتشر. هلا في الكونتينوس كلتشر شو اللي بصير؟ بصير انه في عندي فريش نيوتريينت ميديوم از كونتينوسلي سبلايد تو ا ويل ستيرد كلتشر اند برودكتس ار سيلز ار سيمتينيسلي وذرون. يعني بنضلنا نضيف فريش ميديوم ومنسحب بنفس الوقت السيلز والبرودكتس، وكل الاوبريشن ات سي ستيت والكونسنتريشن اوف سيلز والبرودكتس والسبستريت ار كونستنت جوا هذا الرياكتور او هذا الكلتشر. بالباتش كلتشر الموضوع طبعا مختلف، الكلتشر انفايرمنت تشينجز كونتينيولي، جروث والبرودكت فورميشن اند سبستريت يوتيلايزيشن تيرمينيتس افتر سيرت تايم انترفال. لما يخلص عندنا النيوترينت مثلا بيخلص الجروث او بتوقف عمليه البرودكت فورميشن زي ما شفنا بالكيرف السابق. هون في عنا سكيماتيك دايجرام لكونتينوس كلتشر لابوراتوري سيت اب اللي بنسميه كيموستات. بنمشي فيها من اليسار لليمين. في عنا اول شيء في عنا اير فلتر بتعمل ايريشن لا ستيرايل ميديوم ريزرفوار، تن بكون في عنا الميديوم او النيوتريانت. بيدخل على الرياكتور اللي هو في عنا ماجنتيك ستيرر، هذا النيوتريانت بكون بدخل على الرياكتور اللي فيه جواته اصلا سيلز موجوده، وبصير في عندنا كنترول للبي اتش وكنترول للاسيديتي عفوا التمبريتشر باستخدام هدول الكنترولرز. كمان ممكن يصير في عندنا كومبريست اير فيد على الرياكتور اللي هو كيموستات، بكون في عندنا طبعا اير فلتر عشان اتاكد انه عباره عن ستيرايل ما بدخل علينا اي شيء احنا ما بدنا اياه، وبالنهايه بصير في عندنا ويثدرول للبرودكتس وللسيلز من الرياكتور. بنلاحظ انه في عندي بامب، هذا البامب بتساعد في الضخ للفيد والافلونت بنفس الوقت. هلا بنطلع على الايديال كيموستات اللي احنا بنشتغل عنا اللي هو الرياكتور. هذا الرياكتور بيشبه الميكست كونتينوس فلو رياكتور او السي اس تي ار اللي كنا نتعامل معه او بنعرفه من الرياكشن باك جراوند تبعنا. بيكون في عليه كنترول اليمنتس خاصه بالبي اتش وبالديزولد اوكسجين والتمبريتشر. الفريش ستيرايل ميديوم از فيت تو ذا كومبليتلي ميكست اند ايريتد رياكتور اذا كنا عم نشتغل على ايروبيك كونديشنز، والسسبنشن از ريموفد ات ذا سيم ريت اللي دخل عليها الفريش نيوتريانت، فعندي الفلو ريت ان واوت بتساوي، والليكويد فوليوم ان ذا رياكتور از كيبت كونستنت بناء على انه انا عملت فيد وذرول بنفس الريت. فخلينا نتعرف على السيمبلز شوي. إذا طلعنا على الفيد ستريم في عندي F اللي هي volumetric flow rate للنيوتريانت سولوشن، واللي برضه حتكون نفس الـ volumetric flow rate للبرودكت والسيلز بالنسبة للأوتبوت. الـ S note بتكون هي الـ concentration للسبستريت في الفيد، لأنه ستيرايل في الـ X note بتساوي 0، وإحنا بنحكي عن fresh feed في الـ P note اللي هي الـ pressure concentration بتساوي 0. اللي طالع من الرياكتور في عنا F و S اللي هي substrate concentration، ال X اللي هي cells concentration، وال P هي the product. ال liquid volume اللي هو نفسه ال working volume قيمته VR جوا الرياكتور لأنه CSTR، فحيكون نفس ال concentration لل S وال X وال P زي اللي طالع. وفي عنا طبعا gas storage اللي بصير في عنا aeration إذا كنا عم نشتغل على aerobic conditions والستيرر. فهلا إذا بدي أعمل material balance على cell concentration around the chemostat شو بيكون عندي؟ احنا بنذكر انه الماس بالانس ايكويشن هي الان ماينس اوت بلس جنريشن ماينس كونسمشن بتساوي زيرو، بتساوي اكيميليشن ان جنرال. فهلا اذا بدي اطبق هاي المعادله على السيلز بقول الان شو اللي داخل عندي على الكيموستات هو الاف في اكس نوت اللي هي فوليوميتريك فلو ريت في الكونسنتريشن، ماينس الاوت اللي هو الاف في الاكس اللي هي فوليوميتريك فلو ريت في الكونسنتريشن اكس، بلس جنريشن قديش في عندي جنريشن جوا الرياكتور اللي هو الريت اوف جروث اللي هي ميو جي، بضربها في الاكس عشان بيطلع معي دي اكس باي دي تي، لان الميو جي في اكس بتساوي دي اكس باي دي تي. الدي اكس باي دي تي هي الكونسنتريشن تشينج، بضربها في الفي ار عشان يطلع معي الماس تشينج از اوف جنريشن. الكونسمشن بتصير بسبب الدث، فبدي اضرب الكي دي اللي هي الاندجينس ريت كونستانت، بدي اضربها في الاكس اللي هي الكونسنتريشن للسيلز، وبضربها في الفوليوم للرياكتور عشان اطلع قديش التوتال ريت اوف كونسمشن للسيلز. بتساوي الاكيوميليشن، الاكيوميليشن هو تشينج الكونسنتريشن في الفوليوم لان الفوليوم ثابت، فدي اكس باي دي تي تايمز الفي ار بيطلع معي. هاي هي الجنرال بالانس ايكويشن للسيلز اراوند ذا كيموستات.
نشوف شوية simplifications على هاي المعادلة ونشوف لوين توصل فينا. فهلأ أول إشي إنه الفيد ميديا عادة تكون sterile، فبالتالي ما في cells بالفيد، وبالتالي x0 بتساوي 0. كمان الايديال كيموستات بيكون الاوبريشن تبعته at steady state، فبالتالي dx by dt equals 0. وكمان المونود equation is applied. إذا كنا بنحكي عن إنه كيس يكون فيها indigenous metabolism or death rate is negligible، فبالتالي الكي دي بتساوي تقريبا 0 لأنها بتكون أقل بكثير من الجروس growth rate اللي هي ميو جي. فبنيجي على المعادلة ال fx0 حتصير 0 لأن x0 بتساوي 0، ما في عندنا كي دي بالتالي بروح الترم تبع ال consumption، وما في عندنا accumulation لأنه steady state زي ما حكينا، فبتضل المعادلة بشكلها النهائي اللي هي ميو جي equals دي. الدي هاي شو هاي؟ هاي هي عبارة عن dilution rate اللي بتساوي F على VR اللي هي volumetric flow rate على الفوليوم، وهذه هي تكون مقلوب الـ residence time اللي هو reciprocal of residence time. وإحنا من المونود equation mu g equals mu m s على ks زائد s، بالتالي هاي راح تكون نفسها بتساوي الـ D. فهذه المعادلة اللي وصلنا لها عن إيش تحكي لي أو شو الدلائل اللي لها؟ إنه بالكيموستات cells are removed at a rate equal to their growth rate، وهذا الريت شو بيساوي؟ الديليشن ريت اللي هو دي زي ما حكينا ميو جي equals دي. بعدين بيقول لي كمان إنه الجروث ريت is limited by at least one substrate in a chemostat اللي هو أي واحد اللي بيكون limiting substrate. فالS بالتالي هي steady state limiting substrate concentration. هلأ إذا كانت الدي is set at the value greater than mu m، يعني dilution rate كان أعلى من الماكسيمم growth rate mu m، فبالتالي الكلتشر شو حيصير فيه؟ it will not be able to reproduce quickly enough to maintain itself، يعني ما حتقدر ما حيكون عندها القدرة إنها يصير لها reproduction وتتكاثر بسرعة كافية إنها تحافظ على حالها بنفس الكونسنتريشن جوا هذا الكيموستات، وبالتالي شو حيصير فيها؟ حيصير فيها عندنا شيء اسمه washed out، يعني بصير كمية السيلز اللي جوا الكيموستات تقل مع الوقت. طيب احنا هلا الهدف ان نشوف العلاقة بين dilution rate والسيل concentration. اللي وصلنا له قبل شوي هي علاقة بين dilution rate والsubstrate concentration. فكيف بدي الاقي علاقة بين substrate concentration والسيلز concentration عشان اوصل للي احنا بنحتاجه؟ بدي اعمل material balance على limiting substrate بهذا الكيموستات in the absence of indigenous metabolism، يعني ما يكون في عندي KD. فالمعادلة البالانس اللي احنا general balance equation نتعامل معها n plus minus out plus generation minus consumption equals accumulation، واللي هي موجودة قدامنا هون اللي هي fs note هذه rate of substrate n minus fs هو rate of substrate out minus consumption less substrate، بكون باتجاهين، الاتجاه الأول substrate consumed for cell reproduction، والثاني اللي هو لل product formation. فبالنسبة للcells reproduction هتكون الميو جي في x اللي هي بتعطيني قديش الريت اوف cells growth، بقسمها على الييلد تبع الcells with respect to substrate consumption، بيطلع معي قديش change في substrate concentration لما اضربها في الvolume of the reactor او liquid volume، حيكون يعطيني قديش الريت اوف consumption للsubstrate to for cell growth. ونفس الاشي بطبقه على البرودكشن لا الفورميشن للبرودكت. فاول شيء بضرب الكيو بي في اكس عشان اشوف قديش الريت اوف برودكت فورميشن، بقسمه على يلد واي بي على اس عشان اشوف قديش السبستريت كونسيومد في هاي الحاله، ولما اضرب في الفي ار بيعطيني قديش نسبه السبستريت كونسومشن ان ذا يعني ان ذا اسيميليشن فور برودكت فورميشن، وبساوي في ار دي اس باي دي تي اللي هي اكيوميليشن تيرم. فزي ما حكينا الـ QP هو specific rate of extracellular product formation، والـ YP على S هو product yield coefficient، والـ YX على S max اللي هو cell yield coefficient، وكلمة الـ M أو superscript M بيعطيني إنه الـ maximum value of yield coefficient. فأنا إذا كنت عندي steady state system اللي هو الكيموستات وكان الـ extracellular product formation is negligible، فبالتالي QP equals 0، فبتصير هاي المعادلة تختصر إلى إنه تصير fs not minus fs minus vr mu g x على maximum yield رح تساوي 0، وهاي رح تكون بتساوي d s not minus s equals mu g x على y x على s power m.
بما انه الميو جي ايكوال زيرو في هاي الحاله، لانه انا عندي ستيدي ستيت والكي دي بتساوي زيرو زي ما حكينا، انه هذا الكيس اللي عم نحكي عنه هلا انه ما في اندوجينس ميتابوليزم، فبقدر اني اعوض الميو جي مكانها دي. بالتالي هاي المعادله مع معادله السبستريت اللي وصلنا لها انها بتساوي كي اس دي على ميو ام ماينس دي، راح تساوي ايش؟ راح تعطيني المعادله اللي احنا بدنا اياها، اللي هي علاقه بين السيل كونسنتريشن اكس والديليوشن ريت دي. فالاكس في هاي الحاله راح تساوي الييلد اكس على اس ماكسيمم في الاس نوت ماينس كي اس في دي على ميو ام ماينس دي، فهي هي العلاقه بين اكس فيرسس دي. طيب شو تاثير الانديجينس ميتابوليزم على هدول المعادلات؟ انه لو كان في عندي انديجينس ميتابوليزم رجعنا على السيل كونسنتريشن بالانس ايكويشن، راح يكون عندي ما بس الاف اكس نوت بتساوي زيرو لانه ستيرايل كونديشن، والدي اكس باي دي تي بتساوي زيرو لانه ستيدي ستيت، وحتصير المعادله ميو جي ايكوالز دي بلس كي دي. اذا مش ميو جي بتساوي دي، لا ميو جي بتساوي دي بلس كي دي. ومن منود ايكويشن ميو جي حكينا بتساوي ميو ام في اس على كي اس زائد اس، فبالتالي الاس راح تساوي كي اس في دي زائد كي دي على ميو ام ماينس دي ماينس كي دي. هاي عن طريق اني اعوض ميو جي بتساوي دي زائد كي دي. فلما نروح على السبستريت بالانس ايكويشن، السبستريت بالانس ايكويشن وصلنا لها قبل شوي انه دي اس نوت ماينس اس بتساوي ميو جي اكس على الماكسيمم ييل. فهون طبعا ما في تاثير الكي دي لانه السبستريت ما لها علاقه بالاندوجينس ميتابوليزم، لكن هون راح تتاثر لما اغير قيمه الاس حسب المعادله السابقه، وراح يصير الاكس بتساوي الماكسيمم ييل في الاس نوت ماينس اس على دي زائد في دي على دي زائد كي دي. وبالتالي اذا انا عدت ترتيب هاي المعادله رح اوصل لمعادله اللي هي 1 على apparent yield بتساوي 1 على maximum yield زائد ميو ام زائد الام اس على الدي. شو هاي الام اس؟ هي كي دي على الماكسيمم ييلد اكس على اس. شو بستفيد من هاي المعادله؟ اني اطلع منها الماكسيمم ييلد والكي دي اللي هم البارامترز اللي انا بحتاجهم عشان اشتغل في الديزاين لهذا الكيموستات. لحد الان احنا كنا عم نحكي عن كيسز يكون البرودكت فورميشن از نيجليجبل. طيب شو بصير لو كان البرودكت فورميشن از نوت نيجليجبل؟ فبدي اجي اعمل البالانس على البرودكت، فحيطلع معي انه الجنريشن ماينس الاوت بيساوي الاكيميليشن، لانه ما في عندي ان ولا في عندي كونسومشن للبرودكت. فالجنريشن هي عباره عن اتش كيو بي في اكس ضرب الفي ار، والاوت اللي هو ماينس اف في بي اللي هو البرودكت كونسنتريشن في البروميديك فلوريد، راح تساوي الاكيوميليشن اللي هي دي بي باي دي تي مضروبه في الفوليوم اوف ذا رياكتور. طبعا ات ستيدي ستيت بتكون دي بي باي دي تي بتساوي زيرو، بالتالي هاي المعادله بتصير دي بي بتساوي كيو بي في اكس، ونتذكر انه الدي هي عباره عن الاف على الفي ار. طيب وين بدها تروح هاي فينا المعادله؟ بدي ارجع على السبستريت بالانس. طبعا السبستريت بالانس برضو كان عندي كيو بي في هاي الحاله ما بتساوي زيرو، فبالتالي الاف اس نوت ماينس اف اس بتساوي ماينس في ار ميو جي في اكس على الماكسيمم ييلد ماينس في ار في كيو بي اكس على البرودكت ييلد بتساوي الفي ار دي اس باي دي تي. واحنا عندنا ستيدي ستيت فالدي اس باي دي تي بتساوي زيرو، والميو جي بتساوي دي بلس كي دي، لانه في عندنا بهاي الحاله كمان ناخذ بعين الاعتبار الانديجينس ميتابوليزم. فبالتالي السبستريت بالانس ايكويشن راح تصير دي في اس نوت ماينس اس بتساوي 1 على الماكسيمم سيلز ييلد في دي زائد كي دي في اكس، هاي ما هي محل الميو جي، زائد 1 على البرودكت ييلد في الكيو بي في اكس. وهلا بدي اعمل ابلاينج للمونود ايكويشن عشان اعمل سبستيوشن للسبستريت كونسنتريشن اس اللي بتساوي كي اس في دي زائد كي دي على ميو ام ماينس دي ماينس كي دي. ومن هون بوصل لمعادلة السيلز كونسنتريشن اكس as a function of دي which is maximum yield في اس نوت ماينس اس في دي على دي زائد كي دي زائد كيو بي في maximum yield على البرودكت ييلد. هلا بنحكي عن كيموستات برودكتيفيتي، وهون في عندي نوعين من البرودكتيفيتي، في السيلز برودكتيفيتي واللي بحسبها من ملتيبليكيشن اوف دايليشن ريت دي في السيل كونسنتريشن اكس، والبرودكت برودكتيفيتي اللي بحسبها من دايليشن ريت دي مضروبه في البرودكت كونسنتريشن بي. هلا الاوبتيمال فاليو اوف دي فور بايوماس برودكشن ويل ديبند على شغلتين، انه هل في عندي اندوجينس ميتابوليزم، هل في عندي برودكت فورميشن او لا. هلا اذا كان عندي الكيس اللي هو ستيدي ستيت لما تكون عندي سيرايل فيد، فبالتالي اكس نوت بتساوي زيرو،
وما في عندي endogenous metabolism وما في product formation أو negligible product formation والmonod equation can be applied، حنقول إنه الoptimum دي أو deletion rate هو اللي بيعطيني الماكسيمم دي اكس. فشو بدي اعمل؟ كيف بدي الاقيها؟ عن طريق اني اعمل اشتقاق لدي اكس باي دي واسويها بالصفر عشان اطلع قيمه الدي اللي بتعطيني ماكسيمم سيلز برودكتيفيتي. وبهاي الحاله اللي عم نحكي عنها اللي هو ستيرايل فيد نو اندوجينس ميتابوليزم نو برودكت فورميشن، حتكون عندي دي اوبتيمم بتساوي ميو ام في 1 ماينس السكوير روت اوف كي اس على كي اس زائد اس نوت. هلا ال D optimum هاي for biomass formation will not necessarily be optimal for product formation. فإذا أنا رحت طلعت ال optimum من ال DP واشتقاقها ممكن تطلع معي قيمة تانية لهاي ال optimum D. هون بنشوف graphically كيف ال كيف إنه في عندي قيمة optimum أو قيمة لل dilution rate تعطيني optimum DX. بنلاحظ إنه ال الكيرفز هون في عنا البينك كيرف اللي هو بيعطيني السيلز كونسنتريشن والبلو اللي هو السبستريت كونسنتريشن والجرين اللي بيعطيني الدي اكس اللي هي السيلز برودكتيفيتي. بنلاحظ انه في عندي قيمه عندها بتكون في عند ماكسيمم دي اكس وهي القيمه مثلا تقريبا اللي هي بتكون الدي بتساوي 0.15 او ماينس 1. فاحنا بنحب نشتغل على الماكسيمم productivity. ليش؟ لأنه هذا عم نحكي عن كيموستات، وإذا الكيموستات زي ما حكينا بالبداية بيشبه CSTR، فبالتالي كل الرياكتر بيشتغل على one point. فأنا بما إني عندي بس one point عم بيشتغل عليه هذا الرياكتر، فأنا بفضل إني هذا one point تكون هي اللي بتعطيني maximum productivity، وبهاي الحالة اللي هي مثلاً عند ال D بتساوي 0.15. طبعاً عندها بقدر برضو أحسب الX optimum عن طريق إني أعوض في المعادلة. وزي ما احنا شايفين في اخر معادله اللي هي بتساوي مثلا الاكس اوبتيمم بتساوي الماكسيمم ييلد في الاس نوت ماينس سكوير روت اوف كي اس في كي اس زائد اس نوت زائد كي اس. هذا الحكي كله كان بيكالكوليتد من المعادلات اللي اشتقيناها سابقا. لكن الفكره كمان العمليه انه مرات احنا ما بنشتغل بالضبط على الدي هاي، لانه مرات بكون صعب اني اعمل كنترول على الفلو ريتس او على الكونسنتريشنز تكون 100% دقيقه. فممكن مرات نشتغل على ديليشن ريت اقل شوي عشان اضمن اني اعمل كنترول احسن بالكيموستات. هلا انا كيف ممكن احدد المونود بارامترز اللي هم الكي اس والميو ام؟ ممكن استخدم الكيموستات، ممكن استخدم الباتش رياكترز. بالكيموستات زي ما قلنا إذا كنا عندي عن كيس يكون فيها الكي دي بتساوي 0 والكيو بي is almost negligible، حيكون الميو جي بتساوي دي. فإذا غيرنا الدي حنحصل على دي versus اس داتا وبقدر استخدمهم عشان اطلع الميو ام والكي اس. كيف؟ هلا الميو جي بتساوي الدي والدي بتساوي بهاي الحالة ميو ام في اس على كي اس زائد اس. فأنا ممكن أعمل rearrangement لهي المعادلة بحيث انه تصير ال S as a function of D بتساوي KS في D على ميو M minus D. وإذا قلبناها عشان نعمل linearization إلها هتصير المعادلة 1 على S في ميو S على KS في 1 على D بتساوي 1 على minus 1 على KS. فهاي لينيفر بيرك relation ممكن إني أرسم ال 1 على S versus 1 على D، ومن السلوب اطلع الميو ام على كي اس، ومن الانترسبت اطلع ماينس 1 على كي اس، ومن هم من هذول السلوب والانترسبت بطلع الكي اس والميو ام. هلا هاي الكيموستات تكنيك از ريلايبل لانه في عندي كونستنت انفايرمنت، والابريشن المشكله فيها انه ما بي ديفيكلت لانه زي ما بنعرف انه لازم نعمل كنترول على كل البارامترز من بي اتش وتمبريتشر وغيره من البارامترز عشان اضمن انه الانفايرمنت ضلها كونستانت ويكون السبستريت كونسنتريشن يطلع دائما نفس القيمه اذا ثبتنا الدي عشان اكون يعني حساباتي للميو ام والكي اس دقيقه. هلا في حال كان الانديجينس ميتابوليزم از كونسيدرد فبالتالي الكي دي اكبر من زيرو، لكن ستيل عم نحكي عن الكيس اللي فيها برودكت فورميشن از نيجليجبل، حروح استخدم المعادله اللي طلعناها قبل شوي اللي هي 1 على ابيرنت ييلد بتساوي 1 على الماكسيمم ييلد زائد الميو اس على دي. هلا شو نساوي؟ بنرسم ال1 على ابيرنت ييلد فيرسس ال1 على الدي، والابيرنت ييلد بنحسبها طبعا من الاكس على الاس نوت ماينس اس. من هاي
البلوت بقدر اطلع الماكسيمم ييلد من الانترسبت واطلع الام اس من السلوب. الام اس لما طلعناها بقدر استخدم العلاقه اللي هي تعريفها اللي هو كي دي على الماكسيمم ييلد ومنها بحسب الكي دي. فبالتالي هون من هاي العلاقه بقدر احسب الكي دي وبقدر احسب الماكسيمم ييلد وبستخدمها في الحسابات اللاحقه. بعد ما طلعت الكي دي والماكسيمم ييلد برجع على المعادله اللي وصلنا لها من المونود ايكويشن لما كان الاندجينس ميتابوليزم از كونسيدرد اللي هي كانت سبستريت كونسنتريشن اس بتساوي كي اس في دي زائد كي دي على ميو ام ماينس دي ماينس كي دي. بعملها لينيرايزيشن بتصير 1 على اس بتساوي ميو ام على كي اس في دي زائد كي دي ماينس 1 على كي اس. هلا كي دي صرنا حاسبينها قبل شوي من العلاقه اللي حكينا عنها بالنسبه للابيرنت ييلد. فبالتالي بقدر ارسم 1 على اس فيرسس 1 على دي بلس كي دي ومنها بطلع السلوب والانترسبت. السلوب حيكون بيساوي ميو ام على كي اس والانترسبت بيساوي ماينس 1 على كي اس. فبالتالي طلع منها التو بارامترز ميو ام والكي اس. هلا في الباتش كلتشر شو الداتا بتكون عندي؟ بتكون عندي الكونسنتريشن اوف ذا سيلز اكس والسبستريت كونسنتريشن اس از ا فانكشن اوف تي. فشو اللي بقدر اسويه؟ بقدر اني ارسم لين اكس فيرسس تي ومنها بحصل على الماكسيمم جروث ريت ميو ام من السلوب. تذكر المعادله اللي في الباتش كلتشر اللي هي 1 على اكس دي اكس على دي تي بتساوي ميو ام. هاي لما عملها انتجريشن بتصير عندي لين اكس على اكس نوت بتساوي ميو نت في تي، والميو نت في حاله الاكسبوننشال فيز بتكون هي نفسها لميو ام. فبالتالي باخذ انا السلوب تبع الاكسبوننشال فيز وبتكون هو بيساوي الميو ام. تمام. هلا نرجع على ال بدي احسب الكي اس. فبدي اطلع الميو جي. الميو جي منين بجيبها؟ من 1 على اكس في دي اكس على دي تي، يعني بدي ارسم الاكس فيرسس تي، اطلع السلوب اقسمه على السيل كونسنتريشن اكس عشان اطلع الميو جي عند كل نقطه. وهذا الميو جي بيساوي الميو ام في الاس على كي اس زائد اس في حاله انه ما عندي انديجينس ميتابوليزم. هلا بعملها لينيرايزيشن بقلبها بتصير عندي 1 على ميو جي بتساوي كي اس على ميو ام في 1 على اس زائد 1 على ميو ام. الميو ام اوريدي طلعناها من اكسبوننشال فيز. بضل عندي لما ارسم هاي الرسمه بان السلوب بيساوي كي اس على ميو ام منها بحسب الكي اس. او ممكن استخدم الهينز وولف بلوت واللي بهاي الحاله برسم الاس على ميو جي بتساوي كي اس على ميو ام زائد اس على ميو ام. وبالتالي برسم الاس على ميو جي فيرسس اس ومن الانترسبت بحسب الكي اس على ميو ام ومنها بحسب الكي اس. في النهاية هذا السلايد ببين لكم السكشنز اللي لها علاقة بالتوبكس اللي حكينا عنها بهذا المحاضرة بهاي المحاضرة المحاضرة اللي قبلها والاكزامبلز اللي بنصحكم تدرسوهم والبروبلمز اللي بنصحكم انكم تشتغلوا عليهم عشان تحضروا حالكم وتكونوا جاهزين بهذا التوبيك لاي تقييم.